هل حضرتك ساعات شفت كده سيناريو ان الاهلي والزمالك في تنافسهم على اسم بياخدوه بعد بقى خناقه على اللاعب ويفضلوا يرفعوا دي الاسعار؟ قصة قديمة. قصه قديمه ولكن متكرره، تمام. ضحيتها بعتقد ان هي معظم الاوقات بتكون اللاعب لا، بيخل ضحيتها عارفه مين؟ مين؟ الاهلي والزمالك نفسهم. ولكن كمان لان اللاعب عارفه اقول انا اقول لك ليه. يعني الوقت حاليا في وكيل اللاعبين، وكيل اللاعبين ده عايز يسوق الولد ده او اللاعب ده في من النادي الفلاني، فيقوم يشرك الاثنين في التنافس. فطبعا الاهلي والزمالك دخلوا مع بعض في منافسه، لازم الاهلي عايز يكسب والزمالك عايز يكسب المنافسه او يكسب الرهان في هذه الصفقه، وممكن ما يكونش اللاعب يستاهل كل هذه الضجه. يعني انا شايف ان ساعات الاهلي والزمالك بيظلموا بعض في حته ان هو بيعلي اول سعر. يعني عبد الله السعيد وصل، عبد الله السعيد من لاعبين طويلة، ما فيش احسن جدل لاعيبه على مصر. عبد الله السعيد ولا على مستواه ولا على اللي شوف بيقدمه. انت شفت الازمه اللي حصلت ووصل ل 40 او حاجه و40 مليون ليه؟ ليه؟ هل انت شايفه من وجهه نظرك ان في لعيب في مصر يستاهل 40 مليون؟ لا.